ثم تأخذك الصورة إلى آفاق خلق الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق. الله. خلق من ماء دافق، لماذا دافق؟ لأن سرعة تدفق الحيوان المنوي هي التي تحدد درجة خصوبة هذا الحيوان. سبحان الله. لأنه إذا كان أبطأ بجزء من المليمتر في الثانية، جزء صغير من المليمتر، لن يصل إلى البويضة، لن يتم التلقيح، سيفشل الحمل. سبحان الله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، ما صفته؟ دافق، سريع، متدفق. سبحان الله. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند رب تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، تعدد ذكر النجوم في القرآن في أكثر من موضع، وأقسم الله بهذا المخلوق العجيب الكبير ذو الخصائص التي يحتار عندها العقل، فقال جل وعلا في بعض آياته: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال سبحانه: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، وغيرها من الآيات عن النجوم. وقبل أن نستعرض سؤال حلقتنا عن موضوع النجوم وتشكيك بعض المشككين، دعونا نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الدائم الكحيل. مرحبا بسعادتك في هذه الحلقة. مرحبا. بارك الله فيك دكتور. بعض المنكرين، ونحن طبعا كلام ربنا نوقن به ولكن نورد الشبهات للرد عليها، يتكلم عن موضوع الطارق فيقولون: أنتم أيها الباحثون في الإعجاز العلمي كيف سجلتم صوت النجم الطارق وتقولون ولكن هذا الصوت من مكان بعيد، وهذا كلام يقولون لا يعقل أنكم التقطتم هذا الصوت في هذا الفضاء الكبير. فنريد رد من حضرتك بعد الأبحاث التي قمت بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشكك يا سيدي يشكك بكل شيء، صحيح، ليس فقط في النجم الطارق أو غيره. نعم. لذلك الله تعالى أودع في القرآن الكثير من الحقائق اليقينية، وأودع في الكون الكثير من الحقائق اليقينية. جميل. عندما تصل إلى اليقين هنا وهنا تجد التطابق الكامل. الله. هذه السورة العظيمة سورة الطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. سبحان الله. طيب، نحن أمام عدة كلمات، يعني نجم معروف وطارق وثاقب، إذن نحن أمام ثلاث كلمات فقط. سبحان الله. طارق يطرق، معروف في اللغة العربية، وثاقب يثقب، ببساطة يعني. نعم. طيب، ماذا وجد العلماء؟ وجدوا أن هناك نجوما أكبر من الشمس بعدة مرات، عندما تنفجر على نفسها تتحول إلى نجم يسمونه النجوم النيوترونية. حجمها صغير جدا مقارنة بحجم الشمس. جميل. وبالتالي فإن هذه النجوم النيوترونية بمجرد تشكلها تتشكل نواة حديدية في داخلها، ونتيجة الصدمة الناتجة عن انضغاط المادة إلى حجم صغير تبدأ بالدوران بسرعة هائلة، وتبدأ بإحداث ما يشبه
يعني زلازل تؤدي إلى ضربات منتظمة يعتبرونها أدق من أي ساعة ذرية اخترعها الإنسان. سبحان الله. إذن النجم الطارق، إذا أحببت أن نرى فقط لكي يرى المشاهد معنا يا الكريم هذه النجوم وكيف تتشكل وكيف تنشأ وكيف ينتشر صوتها. سبحان الله. لأن الذي طرح هذه الشبهة لم يفقه ما هو النجم الطارق. صحيح. صحيح. لا علميا ولا قرآنيا. سبحان الله. الآن هذه النجوم في الكون، انظر هذا مثال إلى نجم طارق يتشكل الآن، دوامة غازية حرارية عنيفة جدا تبدأ بالدوران والتشكل ثم ينتج عنها جسم صغير جدا لا يتجاوز قطره 3 كيلومتر، من 3 مليون كيلومتر كان قطره إلى 3 كيلومتر. تصور يعني. سبحان الله. تصور يعني قدرة إلهية. فهذا هذه النجوم التي تدور بنظام محكم، ومنها تتشكل الثقوب السوداء فيما بعد المختفية التي لا ترى، الخنس. سبحان الله. ولكن هذه المرحلة الأولى. جميل جميل. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف لنا هذا الوصف الرائع بالطارق. علماء وكالة ناسا قبل 40 عاما تقريبا كانوا يسجلون هذه الأصوات ويظنون أنها أصوات لتجارب نووية في الفضاء تقوم بها روسيا مثلا. سبحان الله. وبدأت مراكز البحث تعمل ووجدوا أنها عبارة عن أصوات لنجوم نابضة طارقة. كيف تم تسجيلها؟ أيوة. الصوت لا ينتشر في الفراغ. صحيح. ومن رحمة الله بنا لو أن صوت هذا النجم ينتشر في الفضاء لدمرت الكرة الأرضية أصلا من شدة أو من قوة هذا الصوت العنيف. سبحان الله. ولكن الذي يبقى من هذا الصوت ما يدعى بالموجات الراديوية، موجات راديوية مثل موجات الراديو. سبحان الله. لا تشعر بها ولا تراها ولا تؤذيك، ولكنها تصل إلى الأرض باستمرار. بس كيف التقطوها؟ التقطوها من خلال مرصد يسمى رادار راديوي. سبحان الله. يبلغ قطره أكثر من 100 متر. جميل. رادار قطره 100 متر، تصور. طبعا طبعا. منصوب بين الجبال، ليس عدسة إنما هو عبارة عن أسلاك شائكة تلتقط هذه الإشارة وتضخمها مليارات المرات لتتمكن من سماعها. جميل. مثل إشارات الراديو تماما. جميل. هذه الإشارات التي يلتقطها العلماء وجدوا أن لها صوتا يشبه صوت الطرق على الطاولة أو الطرق بالمطرقة، حتى إنهم يسمونها مطارق عملاقة. هامرز. مطارق بهذه التسمية. لماذا؟ لأنهم سمعوا هذا الصوت ووجدوا أن هذه النجوم دقيقة جدا في طرقاتها، لدرجة أنهم يفكرون اليوم أن يعتمدوا عليها في القياسات الذرية بدلا من الساعة الذرية التي لا تخطئ إلا كل 10,000 سنة ثانية أو أقل. سبحان الله. هذا النجم لا يخطئ. سبحان الله. سبحان الله العلي القدير. يعني انظر إلى هذه الدقة في هذا النجم. سبحان الله. إذن الحق تبارك وتعالى عندما يقسم فإنما يقسم بعظيم. صحيح. صدق الله إذ يقول والسماء والطارق ثم قال وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الله تبارك وتعالى هو العظيم ويقسم بما شاء من خلقه. هذا كتاب ربنا وهذه إعجازات هذا القرآن الكريم التي تدفعنا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنزله بعلمه. لا تعجب أخي المشاهد مما تسمع عن النجوم وعن المجرات وعن الكواكب وعالم السماوات وبناء الله تبارك وتعالى لها، كما قالوا وتحسب أنك جرم صغير وفيقا طوى العالم الأكبر. نستكمل رحلتنا الإيمانية مع أستاذنا الدكتور عبد الدائم الكحيل مع النجم
ومع الطارق. لذلك هذا النجم الطارق رأينا قبل قليل علميا ماذا يحدث، ولكن دعني أذهب بك قرآنيا، ما الذي حدث؟ جميل. كيف وصف الله لنا هذه النجوم؟ أولا لنعدد صفات هذه النجوم هنا وصفاتها في القرآن، ونرى هل هناك تطابق كامل أم هناك خلل واختلاف واضطراب بينهما أو تناقض. أول صفة لهذه النجوم هي دقتها الفائقة أثناء دورانها في إرسال هذه الإشارات الراديوية. سبحان الله. الصفة الثانية أن شكل هذه الأمواج الراديوية عندما تعالجها على الأرض بأجهزة التكبير تظهر لك مثل طرقات المطرقة، إذن فهو طارق. الصفة المهمة جدا جدا لهذه النجوم والتي تتميز بها أنه لا يوجد فيها فراغات بين الذرات. لذلك تجد أن هذا النجم كما قال أحد الباحثين، لو أخذنا وزن ملعقة شاي من هذا النجم سوف تزن 400 مليون طن. لا إله إلا الله. تصور ملعقة شاي لو وضعتها على الأرض بهذا الوزن لثقبت الأرض. عجيب. بس كيف هذا الحجم يكون معه هذا الوزن؟ لأن تركيب الذرة، بنية الذرة، معظم الذرة فارغ، الذرة معظمها فارغ. صحيح. لذلك نحن نعيش في عالم فارغ، يعني حتى الإنسان لو سبحان الله نزعت الفراغات منه لا يبقى شيء، يبقى بحجم أقل من ذرة بالنتيجة. يعني كنت أسمعها من عشرات السنين واليوم فهمت المعنى، إذا أطبق يصير شيئا صغير. سبحان الله. عجيب هذا الكلام. لذلك الصفة المهمة وهي صفة هذه النجوم والتي تتميز بها، هي الوحيدة في الكون، أدق توقيت زمني لنجم يصدر صوتا يصلح استخدامه كمراقب كدليل كمقياس زمني هو النجم الطارق على الإطلاق. ومرتبطة بالآية وبالنجم هم يهتدون، يمكن نعم معنى نعم يدخل في هذا. هذه الآية عامة بالنسبة لبعض النجوم التي يهتدي بها الناس في السير وفي الصحراء. نعم. هنا نحن أمام ساعات ذرية متفوقة ما فوق الساعات الذرية، الله أكبر، موجودة في السماء ويقسم الله بها. الله أكبر. طيب الله ماذا يريد أن يقول لك من خلال هذا القسم؟ أيوة. يريد أن يقول لك إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النجوم بهذه الدقة الفائقة التي لا ترتكب خطأ بمجرد ثانية كل مليون سنة أو أكثر، فإنني أيها المشكك أيها الإنسان وكلت عليك ملكا لا يخطئ إن كل نفس لما عليها حافظ. الله. لا يمكن أن يخطئ في أدق التفاصيل. الله الله. لذلك هذا القسم ليس عبثا. إن كل نفس لما عليها حافظ وردت مع هذا النجم بالذات. عجيب. لماذا؟ عجيب. لأنك أيها الإنسان عندما تكتشف دقة هذه النجوم والتي هي اكتشاف حديث جدا، سبحان الله، لابد أن توقن أن الملك الذي وكله الله عليك هو ملك حافظ أمين يحصي عليك حتى أدق ما تقوم به ولا يظلمك شيئا. ولذلك فمن يعمل مثقال ذرة يبقى تكتب. نعم. خير أو شر. سبحان الله. لذلك لنقرأ السورة مرة ثانية، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم تأخذك السورة إلى آفاق خلق الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق. الله. خلق من ماء دافق. لماذا دافق؟ لأن سرعة تدفق الحيوان المنوي هي التي تحدد درجة خصوبة هذا الحيوان. سبحان الله. لأنه إذا كان أبطأ بجزء من المليمتر في الثانية، جزء صغير من المليمتر، لن يصل إلى البويضة، لن يتم التلقيح، سيفشل الحمل. سبحان الله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، ما صفته؟ دافق، سريع، متدفق. سبحان الله. إذن هذه العجائب وهذه الدقة الموجودة في القرآن
ماذا يمكن أن تدلنا نحن كبشر، لا نقول كمسلمين؟ لابد أن نعترف أن هذا الكتاب العظيم دقيق جدا في معانيه وفي كلماته. سبحان الله. الله تعالى عندما قال كما تفضلت قبل قليل وبالنجم هم يهتدون، الله، قال المشككون النجوم كان الاهتداء بها قديما، ماذا نستفيد منها اليوم؟ سبحان الله. والقرآن الله. تقولون إنه صالح لكل زمان ومكان. جميل. اليوم جميع المراكب الفضائية تعتمد في التوجه على النجوم. الله أكبر، معلومة جديدة. أي طبعا، لأن في الفضاء الخارجي لا يوجد اتجاهات. سبحان الله. يعتمدون على مواقع النجوم. يا لغباء المنكرين. سبحان الله. هذه النجوم أيضا لها ميزة، أنك تراها ليس في موقعها الحالي. يعني مثلا إذا كان لدينا نجم يبعد مثلا عن الأرض، أيوة، لنقل مثلا 65 مليون عام سنة ضوئية. جميل. يقيسون المسافات في الكون بالسنة الضوئية. ما هي السنة الضوئية؟ هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة. الضوء يسير بسرعة تساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة. الله أكبر. ويسير في السنة 10 مليون مليون كيلومتر، 10 تريليون كيلومتر كل الله سنة. الله أكبر. فتصور كم يقطع في 65 مليون سنة؟ شيء رقم يعجز عنه. لو أن هذا النجم انفجر الآن لن ترى انفجاره إلا بعد 65 مليون سنة. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنك تنتظر الضوء حتى يصل. فهم بالنسبة لهذا النجم الطارق الذي رأيناه، يمكن أن نرى إذا كان معنا فيديوهات، هذا النجم الطارق له مسافة يبعد عن الأرض، وهو ليس وحيد، هي نجوم منتشرة في الكون. سبحان الله. الله أقسم بصفة هذا النجم وليس بنجم محدد. الله أكبر. لذلك هذه النجوم ما يصوره العلماء من انفجارات تحدث الآن، وهي انفجارات عنيفة جدا وتعطي أشعة ثاقبة أيضا، أشعة موجية تخترقنا الآن ونحن لا نشعر. سبحان الله. من هذا النجم تأتي الآن. عجيب. إلى الأرض، لذلك هو ثاقب أيضا بأشعته التي لا ترى. أنت لا ترى الأشعة التي تثقبك الآن. سبحان الله. هذه النجوم عندما رصدوا انفجار أحد النجوم الذي يبعد عنا مثلا لنقل مليون سنة ضوئية، هذا الانفجار حدث قبل مليون سنة ليس الآن. يا الله. الآن وصلنا ضوءه. لذلك الله. قالوا إن الموقع الحقيقي لهذا النجم لا يمكن لأحد أن يعرفه أو يتنبأ به. الله تعالى ماذا أقسم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، لم يقل بالنجوم، بمواقع، لأن المواقع الحقيقية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي ظاهرة عظيمة جدا. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. شوف سبحان الله، الآية جاءت مع نعم شيء الله عجيب. لا يقسم إلا بعظيم. الله أكبر. الله أكبر. لذلك هذه النجوم التي يعني أنت تراها الآن وتدرسها وتشاهدها وتحللها علميا، ثم تجد هذه الدقة في القرآن الكريم حتى على مستوى القسم والتعبير الإلهي. الله سبحانه وتعالى يستخدم، يعني لا نريد أن نقول مصطلحات، يعني كلمات دقيقة جدا. الله أكبر. هذه الظاهرة تنطبق على القرآن بشكل كامل من أول كلمة إلى آخر كلمة. نعم. فكيف تأتي وتقول لي هناك من يقول يوجد تناقض بين العلم وبين القرآن؟ سبحان الله، هذا تناقض في عقلي. وقد لفت نظر يا دكتور. نعم. بعد أن أتوجه بالشكر إليه، لفت نظري وهز قلبي الآية القرآنية التي ذكرتها في سورة الطارق. الله يتكلم عن هذا النجم الطارق بعظمته، وعن مواقع النجوم، وعن هذه الصفات المتعلقة بالنجم الطارق العظيم، ثم يتبعها بعد قليل من الآيات يقول موجها كلامه للإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق. كأن القرآن وكأن الله يقول لنا: أنا خلقت شيئا عظيما جدا جدا، فكيف أيها الإنسان أنت تتكبر علي وتتعالى؟ فلتنظر مما خلقت، خلقت من ماء دافق، والله خلق هذا الماء وخلق ما هو أعظم منه، وهو النجم
الطارق أو النجم الثاقب، لا يسعني إلا أن أقول قولة علي عندما سمع قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فرد علي قائلا: غره كرم الكريم وحلم الحليم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا. قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا، ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا. ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.